النهارده ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي فؤاد خليل اللي بيعتبر واحد من اهم صناع البهجه والسعاده في السينما المصريه. فؤاد خليل كان بيتمتع بخفه دم كبيره سابت بصمه في قلوب الجمهور. طبعا فنان جميل وكان دايما فعلا زي ما انت قلت كده مصدر بهجه بالنسبه لنا، وكان ليه كمان بالمناسبه رؤيه دايما للمجتمع والفن. خلينا نشوف دلوقتي تقرير عن هذا الفنان الجميل فؤاد خليل. تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنان فؤاد خليل الذي يعد من أبرز الفنانين الذين اشتهروا بصنع البهجة والسعادة، وتميز بخفة دمه وجاذبيته على الشاشة، وقدم أعمالاً مهمة تركت بصمة كبيرة في قلوب جمهوره. بدأت رحلة الفنان فؤاد خليل مع الفن مبكراً عندما كان في 11 من عمره، حيث أسس فريقاً للتمثيل مع أصدقائه في الطفولة ومن بينهم وحي إسماعيل. وعلى الرغم من تخرجه في كلية طب الأسنان عام 1961 إلا أنه تمسك بشغفه بالفن وظهر لأول مرة في مسرحية سوق العصر، ثم واصل مشواره الفني في المسرح والتلفزيون والسينما لسنوات عديدة. كل الكلام مع اللي يسوى واللي ما يسواش، الواحد ابتدت أعصابه تبوظ. من أبرز أعماله الفنية حبك نار، صايع بحر، عايز حقي، وحرامية في كي جي 2، وجاءنا البيان التالي. وفي مجال التلفزيون قدم إسهامات مميزة في أعمال كوميدية شهيرة مثل مسلسل جحا المصري وسر الأرض. كان لفؤاد خليل العديد من الأعمال المسرحية الناجحة، ومن أبرز مسرحياته مع خالص تحياتي، دربك همبكة، والدنيا مقلوبة. بقى عويس أفندي ساكن هنا؟ قصدك عويس بيه؟ عويس بيه؟ هو بقى بيه؟ ليه؟ انحرف؟ توفي الفنان فؤاد خليل في 9 من إبريل عام 2012 عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. ورغم رحيله يظل خليل حياً في ذاكرة وقلوب محبيه برصيد فني كبير.